السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد، وخاصة في رمضان رسالة تبغى تكمل بحالي بحالي لا سعيد لا صباح نيات. واش غادي ندير الظروف. المهم واخيرا تمكنت انني نصور لكم واحد الفيديو، للاسف ما خرجتش بزاف هذا العام باش نصور لكم اجواء رمضان في قطر. من اول خرجه خرجت للضروري غادي نصورها، ومشينا للمهرجان الاضاءه الاحتفالات الدوحه 2023. هاد اضاءه الاحتفالات ولا هاد المهرجان الاضاءه اللي داروا كاين في الكورنيش، الناس اللي في قطر يكونوا كيعرفوا حيت بوتيت وقيلا انا اخر وحده كنمشي. دار حاله في ريزو سوسيو في تيك توك وكلشي، فضروري خصني نمشي نستمتع بهذا لو باساج اللي مضوي وداكشي. المهم مشيت لقيت الزحامات دوكو استمتعت بزاف، ولكن راه كان لو باساج زوين شويه تحت، مشيت تحت الارض شويه نازل شويه، وكاين واحد بدايه ونهايه كتمشي معاها. الاول الباساج عباره عن بزاف الضوا وحاطينهم في كلا الجهتين كيف ما كتشوفوا فيها الضوا، وحاطين بحال دي بتي ستاتيو عباره عن كلمات اللي هي الصلاه رمضان الفتح مكتوبين بالعربيه وبالانجليزيه. والممر هو هذا، للاسف كتشوفوا معايا الناس بزاف. فالمهم اللي بغا يمشي يمشي، وسط السيمانه تمشي للويكاند بالنسبه للناس اللي في قطر. اللي برا قطر انتم كتستمتعوا معنا بالاجواء المزدحمه في رمضان الكريم. في وسط هاد الطريق ولا هاد الممر المضاء كاين واحد الممر اخر اللي غاديين فيه واحد الشاشات كيف ما شفتوا فيهم دي طابلو فيرتوييل. المهم كملنا المشي ديالنا حتى خرجنا لا سورتي، من بعد قلنا ضروري خصنا نمشيو بلاصه اخرى. زينا سيارتنا ومشينا لبلاصه اخرى. هاد المره مشينا باش نحضروا دي زاكتيفيتي اللي كاينين في قطر كلها كدير دي زاكتيفيتي للاطفال. فمشينا لواحد لو مول إزدان مول، كل ويكاند خميس جمعة السبت كيديروا هاد الورشات، وكاين واحد الركن ديال الحكاوات كيف ما كتشوفوا معايا من الفوق. فهاد السيد كيبقى يعاود لهم على قصص الانبياء وكيسولهم بعض الاسئله، بيان سور كياخذوا هدايا عليها فاش كادي يجاوبوا صحيح. من بعد كاين واحد الركن ثاني اللي هو عباره عن ورشات كتقيدي وليداتك لاجو سميتو وكيدخلوا كيشاركوا فيها. اول حاجه كيف ما كتشوفوا معايا هنايا فوانيس، هنا كيصايبوا واحد بطاقات المعايده، ما كيعطيوهم هذاك لو بابي كارطوني وابخي راس دايرين لهم الهلال وكلشي، ما كيقطعوه كيلصقوا كيلونوا. هنا كيصايبوا الزربيه ديال الصلاه، عندهم واحد جهه اخرى كيصايبوا فيها التسابيح، ولكن بناتي انا صايبوهم سناسل. المهم دي زاكتيفيتي زوينين اللي تقدروا تمشيو ليهم، وكيبداو مع 8 ولا 9 ما كيساليو حتى 12 ديال الليل. فتقدروا تمشيو دراري صغار يقدروا يديروا دي زاكتيفيتي اللي عندهم علاقه برمضان، الكولورياج كلشي عنده علاقه برمضان. نتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجاب ديالكم. شكرا جزيلا وباي.